هنشتغل النهاردة في البنوك الإسلامية. جزء البنوك الإسلامية هنتعرف على 4 نقاط هناخد محاضرتنا النهاردة إن شاء الله أولاً وثانياً، وهنستكمل ثالثاً ورابعاً في محاضرة قادمة. أولاً عندي هنا نشأة تعريف البنك الإسلامي، ثانياً الفروق الجوهرية بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية، ثالثاً المحددات الشرعية العامة للبنوك الإسلامية، رابعاً الخدمات التي تقدمها البنوك الإسلامية. أولاً نشأة وتعريف البنك الإسلامي. هناخد نشأة البنوك الإسلامية. بيعتبر بنك ناصر الاجتماعي من ناحية تاريخية أول بنك رسمي إسلامي، فوثيقة إنشاؤه هي أول وثيقة رسمية عن حكومة من حكومات الدول الإسلامية تقرر بنص صريح موثوق عدم التعامل بالفايدة أخذاً أو إعطاء. بعد ذلك التاريخ أخذت البنوك الإسلامية أنها تنتشر بدرجة كبيرة، وده أدى لوجود تطلعات لدى الأفراد والشعوب أن يبقى فيه مؤسسات مصرفية بتقدم خدمات مصرفية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. من جانب اتجهت البنوك التجارية لتلبية الطلب على الخدمات المصرفية التي تتفق مع قواعد الشريعة الإسلامية بإنشاء فروع ليها بتقوم على ذات الأساس اللي بتقوم عليها البنوك الإسلامية. بعد ما عرفنا نشأة البنوك الإسلامية هنعرف إيه هو البنك الإسلامي أو إيه هو التعريف بتاعه. بيعرف البنك الإسلامي إن هو مؤسسة نقدية مالية تعمل على جذب الموارد النقدية من أفراد المجتمع وتوظفها بشكل فعال، بيكفل إن يحصل لأموالهم نمو في إطار القواعد المستقرة للشريعة الإسلامية بما يخدم شعوب الأمة ويعمل على تنمية اقتصادها. في تعريف تاني، البنك الإسلامي هو منشأة مالية بتعمل في إطار إسلامي وبتستهدف تحقيق الربح بإدارة المال في ظل إدارة اقتصادية سليمة. تعريف كمان إن هو أجهزة مالية بتستهدف التنمية وبتعمل في إطار الشريعة الإسلامية، وهي أجهزة تنموية اجتماعية مالية بتقوم بما يقوم به البنوك من وظائف وتسهم في تحقيق التكافل بين أفراد المجتمع بالدعوة إلى أداء الزكاة وجمعها وإنفاقها في مصاريفها الشرعية. من مفاهيم السابقة دي للبنوك الإسلامية ممكن نلاحظ أنها ركزت على الصيغة الإسلامية لنشاطها المصرفي والتزامها بقواعد الشريعة الإسلامية ووعدها عن التعامل في الأنشطة المحرمة إسلاميا، وإضافة إلى الدور الاجتماعي ليها. ثانيا، الفروق الجوهرية بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية. واحد، التباين في الأهداف. فبينما ينصرف هدف البنك التقليدي اللي هو التجاري إلى تعظيم ثروة الملاك، فإن البنك الإسلامي أهداف إضافية أخرى مثل تعظيم ثروة المودعين وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات الإسلامية. 2، العلاقة بين البنك وعملائه سواء كان مودعين لأموالهم أو مستخدمين لأموالهم. بالنسبة للمودعين تكون العلاقة بين المودع والبنك التجاري علاقة دائم بمدين. أما في البنوك الإسلامية فالعلاقة تكون بين صاحب رأس المال المودع ومضارب البنك، وبالنسبة لمستخدمي الأموال بتنحصر علاقة العملاء بالنسبة للبنوك التجارية في عملية الاقتراض مقابل فوائد محددة مسبقة. أما في البنوك الإسلامية فإن العلاقة بتكون علاقة مضاربة. تالت نقطة عندي في الفروق، العلاقة مع البنك المركزي. بيستطيع البنوك التقليدية اللي هي التجارية اللجوء إلى البنك المركزي عند حاجتهم إلى السيولة، بينما البنوك الإسلامية لا يمكنها اللجوء إليها لذات الغرض طالما أنها ترفض التعامل على أساس الفوائد. 4، كيفية محاسبة المودعين. ففي البنوك التقليدية للتجاري بيحصل المودع على عائد يحدد سابقا على ضوء مبلغ الوديعة وفترة الإيداع ومعدل الفايدة المقرر. أما في البنك الإسلامي نظرا أن العلاقة بينهم وبين المودع تحدد على أساس المشاركة في عائد الاستثمارات ربحا كان أو خسارة، فإن كافة المودعين يشتركون في الأرباح التي يحققها البنك على الودائع الاستثمارية العامة على أساس قيمة ومدة الوديعة. النقطة الخامسة والأخيرة، الفروق الجوهرية بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية هي الرقابة على نشاط البنك. بيخضع البنك التقليدي أو التجاري إلى الرقابة من قبل الملاك ممثلة في الجمعية العمومية من المساهمين ورقابة حكومية من خلال البنك المركزي. أما البنك الإسلامي فلا يقتصر الأمر على رقابة الملاك والحكومة، بل هناك الرقابة الشرعية. فالرقابة الشرعية بتكون من قبل هيئة شرعية تشكلها الجمعية أو مجلس الإدارة، وتستهدف التأكد من أن العمليات اللي بيبرمها البنك تتماشى مع مقتضيات الشريعة الإسلامية.